يتجدد معكم مشاهدينا الأعزاء لقاؤنا الأسبوعي والذي نستهله بأبرز عناوين نشرتنا. أمسية موسيقية لعازف الأورغن كالفرت جونسون في كنيسة الفادي الإنجيلية. جمعية دار الكتاب المقدس تقيم مسابقتها الكتابية السنوية. تجمع اتجاهات يقيم لقاء روحيا شبابيا من مختلف أنحاء المملكة. أهلاً بكم. نساء ملحنات من الشرق الأوسط كانت عنوان أمسية موسيقية رعتها سمو الأميرة وجدان الهاشمي وقدمها عازف الأورغن الشهير كالفرت جونسون، وتضمن الاحتفال الذي نظمته كنيسة الفادي الإنجيلية الأسقفية العربية بعمان بالتعاون مع المتحف الوطني الأردني ومؤسسة كارافان لبناء السلام، وحضرته العين هيفاء نجار والقس فايق حداد راعي الكنيسة وشخصيات رسمية وعامة وجمع من المهتمين بالموسيقى والفن على مجموعة من المقطوعات الموسيقية العالمية لمجموعة من الملحنين والملحنات من الأردن وعدة دول عربية وأجنبية. الأمسية التي قدمها عازف الأورغن الشهير كالفرت جونسون تحدثت عن بناء جسور للسلام والتواصل بين الشرق والغرب، ووصفا لمعاناة الشعوب التي تقبع تحت وطأة الاضطهاد والحروب والألم. في نور سات اللي بتتابع كل نشاطاتنا في الكنيسة. اليوم احدى نشاطات هذه الكنيسة اللي هي أمسية فنية من الفنون الجميلة جدا واللي مش متوفرة كثير بالأردن، اللي هو العزف على البايب أورغ واللي احنا عنا إلكتروني أورغن. واستضفنا اليوم بالتعاون مع كارافان المؤسسة العالمية للسلام والفنون اللي بتتعاون مع مؤسسات عدة حتى يعم السلام والوئام في كل مكان. وكان معانا الدكتور جونسون كارل اللي هو معه دكتوراه في العزف على الأورغ، وكان معانا بالترتيبات وبالعزف. بنشكره على اهتمامه بالأردن وبالمنطقة الشرق الأوسط وعملنا. استضافت الكنيسة اليوم هذا النشاط كجزء من نشاطاتنا المتداولة والكثيرة اللي بنقوم فيها على مستويات محلية وعالمية. I was very fortunate to come to Jordan the first time many years ago and I fell in love with this wonderful country, and as I began to explore music from the Middle East, which is strange, there's so little because the organ was created in the Middle East hundreds of years ago. But it felt like this was the right place to present this concert before anywhere else. It's a model for the whole world. It's an inspiration to us all. Dina Tahamuka has done just a marvelous job. She's very young and not very experienced, but she took the time to come to this church and to play on the organ. She's a pianist. And to learn what it does, what it can do, and I think she did a fantastic job with her first organ composition. وما كنت متوقعة أبداً إنه ألف إشي للأورغن، وجتها فرصة إنه حلو كان، إنه كانت كان شوي شغل بس إنه الحمد لله إنه صار منيح. عندي مؤلفات بس هي أول مؤلفة انعرضت قدام جمهور، وكمان أنا كنت شوي خايفة لأنه أول مرة بتنعرض مؤلفة كمان من عازف مشهور ككالفرت جونسون، دكتور كالفرت جونسون، بس الحمد لله إنه صار منيح.
أقامت جمعية دار الكتاب المقدس في الأردن مسابقتها الكتابية للعام الحالي بالتعاون مع مكتب التعليم المسيحي لطلاب المدارس الكاثوليكية بحضور عدد من الأخوات الراهبات وأعضاء الجمعية. وشاركت في المسابقة التي تقام للعام السابع على التوالي 11 مدرسة من كافة أنحاء المملكة، بالإضافة إلى عدد من الطلبة العراقيين المهجرين. وتقوم المسابقة التي تستضيفها مدرسة راهبات الوردية بمرج الحمام على مبدأ تحفيز الطلبة والطالبات على حفظ كلام الكتاب المقدس والتنافس معا في معلوماتهم الكتابية من خلال نظام دولي في التحكيم وتسجيل العلامات وأصدار النتائج. وفي ختام المسابقة أقيم حفل تكريمي برعاية المطران ويليام الشوملي، مطران اللاتيني في الأردن، وحضور رئيس جمعية دار الكتاب المقدس منذر النعمات والأب عيسى الشوملي المرشد الروحي لمكتب التعليم المسيحي وعدد من الأباء الكهنة وأهالي الطلبة المتسابقين. تلا الحفلة إعلان النتائج وتوزيع الجوائز على الفائزين بالمسابقة. لاحظنا أنه كتاب دراستهم للإنجيل رح يعطيهم يكونوا شهود وقدوة لغيرهم، لأصحابهم، لأهليهم، لحواليهم، لأصدقائهم. بتعلمهم ضبط النفس، بتعلمهم التركيز، يكونوا محددين في الإجابة. الحقيقة بتظهر، بتعطينا دليل واضح على حياتهم، قديش في تغيير بيصير في حياتهم. والحقيقة إحنا كلجان بتنسق هاي المسابقة كتير، كمان إحنا صرنا معاهم بنعلمهم ومتعلم منهم. إحنا اشتركنا في هاي المسابقة واشتغلنا مع الأولاد، وبصراحة إحنا شفنا الأولاد كتير مشجعين لهاي المسابقة، وهم كمان ما فكروا إن هم يكسبوا أو ما يكسبوش. أكتر إشي إن أنا شفته في الأولاد إن هم بعدهم يعرفوا كلمة ربنا ويعشوها ويبشروا بيها. نشكر الله، في أجواء كتير حماسية للمسابقة، والطلاب كتير متشجعين وحابين الفكرة، وأنهم عم بتأملوا وعم بدرسوا بالكتاب المقدس. هاي أكبر نعمة لإلهم. طبعا بشكر كل المدارس اللي مشاركة، بشكر المعلمات على تعبهم وعلى جهدهم اللي عم بيقدموه مع طلابنا. أقيم في كنيسة الرعى الصالح مركز سيدة السلام لقاء روحي نظمته لجنة تجمع اتجاهات، والذي ضم فئات شبابية مختلفة من كافة أنحاء المملكة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. لقاء روحي جمع فئات شبابية مختلفة من كافة أنحاء المملكة. حوارات ونشاطات متعددة ضمها هذا اللقاء الذي جاء تحت عنوان صحصح. لجنة تجمع اتجاهات، وهي الجهة المنظمة لهذا النشاط والتي يترأسها الأب سامر مدانات مسؤول الدعوات في أبرشية البطريركية اللاتينية، عقدت هذا اللقاء الذي يعد الأول ضمن خطتها الجديدة، وذلك لإحياء الدعوات وتنشيطها في الأبرشية. إذن لقاء اليوم هو عبارة عن رياضة روحية بديناميكية أغناطية حتى نحرك الحياة الروحية عند الشباب. ليش الحياة الروحية عند الشباب؟ لأنها هي العمود الفقري للدعوة المسيحية، الدعوة المسيحية للقداسة، للانتماء للمسيح والالتزام بالاسم المسيحي كتلاميذ للسيد المسيح، والدعوة المسيحية أيضا، والدعوة المكرسة للحياة الكهنوتية أو الرهبانية بمختلف أشكالها. لذلك قمنا بإطلاق برنامج جديد للحياة الروحية، وكما قلنا هي عمود الفقري للدعوة، اسمه اتجاهات. وهذا الاتجاهات راح يبلش من هذا اليوم، هاي يوم الانطلاقة، واللي راح نكمل برنامج خلال السنة القادمة من خلال لقاءات، رياضات روحية، محاضرات، مخيمات، رحلات حج وإلى آخره، الزيارات حتى في الرعاية اللي بيكونوا هم موجودين فيها. هذا اليوم الروحي بقداس إلهي ترأسه المطران مارون اللحام في كنيسة الراعي الصالح سيدة السلام
بمعاونة ومشاركة من الآباء الكهنة أعضاء اللجنة التنظيمية في تجمع اتجاهات وحضور عدد من الشمامسة والأخوات الراهبات. المطران اللحام في عظته مخاطبا الشباب قائلا: إن على كل شاب مسيحي أن يكون له علاقة خاصة بالسيد المسيح، وأن نقبله كمخلص لنا، وأن نقتدي به في حياتنا وأفعالنا دائما. اليوم هو فقط الاجتماع الأول لهذا الموضوع، وستتبعه اجتماعات أخرى ونشاطات أخرى من السيمينير في بجالة للمزيد من التفكير في هذا الموضوع. أي نوع من العلاقة أريد أن أبني مع السيد المسيح؟ يقول الكتاب المقدس: اليوم إذا سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. أيها الشباب الأعزاء، اليوم إذا سمعتم صوت الرب فلا تقسوا قلوبكم. أمين. جوقة ينبوع المحبة التي يقودها المرنم طعم جبارة وبألحانها المميزة أحيت القداس الإلهي الذي رفعت فيه الطلبات ووضع التقادم على مذبح الرب على نية الشباب والصلاة من أجل المزيد من الدعوات الكهنوتية. بهذا اليوم اللقاء اللي منبلش هاي السلسلة الكبيرة من التفاعل بين الشباب وبين الكنيسة. طبعا الجدير بالذكر انه كنيستنا الأردن كنيسة غنية بالفئات الشبابية وبالحركات الكنسية الشبابية ايضا، ولهيك احنا حاولنا نركز مع لجنة تجمع اتجاهات لحتى نبلش نركز الضوء على الشباب أكثر وأكثر، وخصوصا على التنشئة الروحية بهذا العصر اليوم اللي بجوز بيدفع الشباب للبعد عن الله وعن الكنيسة. وبعد القداس أقيم لقاء جمع الشباب المشاركة مع الأب سامر مدانات والأب شوقي بطريان، تحدثوا فيه عن الحياة الروحية والدعوة المسيحية لدى الشباب، كما قدمت العديد من شهادات الحياة ومناقشتها داخل مجموعات. كما قدمت مجموعة قلب يسوع الأقدس لللاتين بقيادة المرنم فارس عباسي مجموعة من تراتيلها وألحانها الشجية خلال اللقاء الروحي. وفي ساحة مركز سيدة السلام ختم اللقاء بمسرحية جاءت بعنوان أيقونات متكلمة، رعاها المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن بحضور المطران مارون اللحام وعدد من الآباء الكهنة والشمامسة والراهبات وشخصيات عامة. مجموعة من العراقيين من شبيبة كنيسة الكلداني في الأردن قدموا عملا مسرحيا مميزا يسرد 14 مرحلة لدرب آلام وصلب السيد المسيح بمشاهد قدمت بإتقان وتميز.
تجمع اتجاهات عقد اللقاء بهدف متابعة وبناء حياة روحية للأشخاص الذين يرغبون في التعمق بالتزامهم المسيحي ومتابعة من يرغبون بالتكرس لله من خلال الكهنوت أو الرهبنة، وذلك ضمن نشاطات ولقاءات روحية متنوعة ستقيمها اللجنة خلال العام. احتفل في كنائس ماركا والكرك والفحيص بنيل سر المناولة والتثبيت لأبناء الرعية. المزيد في التقرير التالي. سر المناولة والتثبيت داخل الكنيسة الكاثوليكية يحتفل به لمجموعة من الأطفال بلغوا سن العاشرة. يلتئم الأبناء فيه مع ذويهم وأشابينهم بقداس إلهي يتم خلاله منحهم القربان المقدس لأول مرة، حيث احتفلت رعية كنيسة العذراء أم الكنيسة للاتين في منطقة ماركا بمنح سر المناولة الأولى لأبنائهم خلال قداس احتفالي ترأسه المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن بمعاونة الأب خليل جعار راعي الكنيسة، وحضور عدد من الأخوات الراهبات وجموع أبناء الرعية والمؤمنين. وفي كلمة ترحيبية للأب جعار هنأ خلالها الأبناء وذويهم على نيلهم سر القربان المقدس، ومرحبا بسيادة المطران الشوملي بين رعيته في ماركا. ومن أمام هيكل العلي نرفع الأيدي ضارعة والقلوب خاشعة طالبين لك من الله طول العمر في حبريتك المباركة، وطالبين السلام لشعبك، وطالبين للأردن العزيز العزة والسلام في ظل صاحب الجلالة عبد الله بن الحسين أطال الله بعمره وزينه بالحكمة. وفي كنيسة القديس جورجيوس للروم الملكيين الكاثوليك في بلدة سماكية بمحافظة الكرك ترأس المطران ياسر العياش القداس الإلهي لمنح سر المناولة الأولى لعدد من أبناء الرعية بمعاونة الأب أيهم زيادين راعي الكنيسة، وحضور عدد من الآباء الكهنة والراهبات وشخصيات عامة وأبناء وشبيبة الرعية. وفي عظته هنأ المطران العياش المتقدمين لهذا السر طالبا منهم أن يكونوا رسل المسيح على الأرض لينير الرب حياتهم، لافتا كذلك إلى أهمية دور الأهل في بناء جيل سليم قائم على تربية مسيحية طاهرة ونقية من أجل مجد الله تعالى والشهادة ليسوع المسيح، خاصة في هاي الأيام اللي بتطلب منا أن نكون كثير شجعاء في تقديم الشهادة الحقيقية لسيدنا يسوع المسيح، سواء كان بأعمالنا أو إقوالنا أو بأفعالنا في شرقنا العربي المسيحي في بلادنا المقدسة، من أجل أن نثبت إخوتنا في إيمانهم بالمسيح القائم من بين الأموات. شكرا لنورسات. وفي كنيسة القديس جورجيوس للروم الملكيين الكاثوليك في الفحيص ترأس الأب بولس حداد راعي الكنيسة قداسا إلهيا لسر المناولة الأولى الذي أقيم بحضور جموع أبناء الرعية. واشتملت كلمة الأب حداد في عظته للحاضرين على النصح والإرشاد وجعل الأجساد كجسد يسوع ودمه الإلهيين، منوها إلى أهمية المناولة وطهارة القلب المقرونة بالتوبة والاعتراف، داعيا الجميع إلى المحافظة على الصلاة وعمل الخير وأن يكونوا سراج نور وأخوة ومحبة. كثير مهم أنه نحافظ على نقاء قلبنا وطهارة قلبنا مثل ثوبنا الأبيض. ربنا يبارك فيكم ويكون فخر إلنا ولأهليكم وللعالم كله أنه أنتوا أنقياء من جوا، أنقياء مش من برا.
والرب يعطيكم نعمة والبركة. المسيح قام حقا قام. معا من أجل السلام، عنوان ندوة حوارية نظمها المركز الأمني الشبابي الأعلى في الكرك بمشاركة فعاليات رسمية وشعبية عديدة. وأكد المشاركون في الحوارية التي أقيمت في قاعة كنيسة الروم الأرثوذكس في بلدة أدر بمحافظة الكرك برعاية قائد أمن الجنوب العميد الدكتور فخري بني دومي، أن الأردن بفضل وعي الشعب وحكمة القيادة يعد أنموذجا فريدا في العيش المشترك بين أبنائه ومنارة فكرية للتسامح والوئام بين الجميع، لافتين إلى أهمية الندوات والحوارات التي تؤكد على أننا في هذا البلد يد واحدة وقلب واحد دفاعا عن نسيجنا الاجتماعي ووحدتنا المقدسة. حقيقة حضور هاي الاحتفالية في أدر تعني الشيء الكثير، لو لم تكن فيها أي كلمة وإنما مجرد هذا الحضور في هذه البلدة الطيبة الأدر العذية كما يسميها أهلها أقاربنا وأبناء عمنا المعايطة، هو دليل على أن مسيحي الكرك جزء لا يتجزأ من هذا الوطن الحبيب، فنحن وإياهم نعشق تراب هذا الوطن، صحننا واحد، هدفنا واحد، أملنا واحد في الحفاظ على تراب هذا الوطن والانتماء إليه وتعظيم منجزاته، ولن نسمح لأنفسنا جميعا كأبناء كرك وكأبناء الأردن أن نسمح لأحد أن يعكر صف هذه الوحدة الوطنية. مسلمين ومسيحيين يرسلون رسالة للعالم أجمع بأننا نحن الأردنيون هذا هو طبعنا وهذا هو ديدننا، الحب والسلام والوئام، لا يفرق بيننا شيء، لا نسمح لأحد أن يدخل بيننا فيعبث في وحدتنا الوطنية. نحن أتباع الديانتين الإسلامية والمسيحية، هاتان الديانتان اللتان جاءتا بالسلام والرحمة والمودة والوئام. اللقاء يعني كان كثير مريح ومنسجم وفي تفاهم والكل أثنى وكل شارك وكل يعني مبسوط لهذا اللقاء. رعت سمو الأميرة دينا مرعد المعرض السابع لمدرسة السيكو سوجوتسو لفن تنسيق الزهور اليابانية الذي أقيم في حديقة شهداء عمان في منطقة عبدون بمناسبة احتفالات المملكة بعيد الاستقلال ومرور 90 عاما على تأسيس المدرسة. واشتمل المعرض الذي حضره السفير الياباني في عمان سونيتشي ساكوراي وعدد من المدعوين وسيدات المجتمع المحلي على مجموعة من الزهور يصل عددها إلى 20 تنسيقة معاصرة. ويهدف المعرض الذي استمر 4 أيام إلى تعريف المواطن الأردني بأنواع هذه الزهور وإمكانية تربيتها في الحدائق الأردنية. كما أقيمت على هامش الاحتفال فقرات رياضية وترفيهية متنوعة إضافة إلى رقصة الساموراي الكلاسيكية التي قدمتها فرقة آرثر ميري. رائع جدا أول شيء أنه عم بنعمل بحدائق بالأمانة، حديقة رائعة جدا اللي هي حديقة الشهداء، وشفنا يعني زي ما أنتم شايفين شفنا تنسيقات رائعة جدا، الواحد بتعلم من خلال هاي المعارض على بلاد جديدة على ثقافات حلوة، وطبعا ثقافة بلد اليابان يعني غنية عن التعريف، بس كان رائع جدا إنه نشوف كيف فلسفتهم بيحكوا على السلام على الهدوء على الطمأنينة على الجمال. وهذه السنة اسم المعرض هو أنتي الوردة أو الوردة فيكي، فهذا إشي كتير رائع. وأهم من ذلك بحب أقول إنه مجموعة سايكو للإكابانا هم سموك فري مجموعة، ممنوع أي حدا يدخن بأي من حفلاتهم، فأنا سعيدة جدا بوجودي هون، وإحنا محظوظين إنه إحنا بالأردن يعني عنا فرصة إن نشوف كل هاي النشاطات، وصراحة الشكر للأمانة كمان على توفير هاي الحديقة الرائعة اللي عم تعطي فرصة لكل المجتمعات إنه يجتمعوا مع بعض ويعملوا إشي جميل. اليوم كان هو احتفال لنا
أول شيء نحن عم نحتفل هلأ بعيد الاستقلال الأردن، الله يديمها خير ونعمة علينا وأمن وأمان. وتاني إيش نحن عم نحتفل كمان هاي السنة 90 سنة على مدرسة السوغيتسو. اليوم كان معرضنا السابع لمجموعة سيكو ستادي جروب، هي مجموعة دراسية من مدرسة السوغيتسو، وكان هذا معرضنا السابع، كان هو بعنوان تايشو. تايشو معناها الكومباريزن، المقارنة عندك بين كبير صغير ناعم خشن، كل أنواع. يعني الكلمة تايشو الياباني لها 19 معنى وكل معنى أحلى من تاني. الليدر معناها التوب، كل شيء. فكان بالنسبة لنا كتير حلو، كان ناجح الحمد لله، وكان تحت رعاية سمو الأميرة دينا مرعد حفظها الله، وكان كل شيء حلو، كان بوجود السفير الياباني وحرمه، وكتير كان من الحضور الكرام. إلى هنا مشاهدينا وصلنا لنهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. أمسية موسيقية لعازف الأورغن كالفرت جونسون في كنيسة الفادي الإنجيلية. جمعية دار الكتاب المقدس تقيم مسابقتها الكتابية السنوية. تجمع اتجاهات يقيم لقاء روحيا شبابيا من مختلف أنحاء المملكة. ختام النشرة. مزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.noursajordan.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.